غابت الانطلاقة وفتحت أيها الحضور الكريم بوابة الشوط الأول للخيل العربية الأصيلة عمر 3 سنوات فقط والتي لم تفز بالمركز الأول. هناك على الصدارة يتواجد على المركز الأول هناك رقم 11، نعم رقم 11، وبأف اليقظان أيضا يتواجد نعمة صور على المركز الثالث، ومن الجهة الخارجية رقم 16 الشامخة في موقع ممتاز. الصدارة لرقم 11 العزة اتش اس، الصدارة للعزة، وهناك اليقظان على المركز الثاني نعمة صور. أسعد السيابي بأداء جميل وأدار في الهاند، أسعد في الهاند ما زال، وهناك من الجهة الخارجية الشامخة، الشامخة الآن تصل على المركز الأول، الشامخة ونعمة صور مع أسعد السيابي، الشامخة ونعمة صور، الشامخة ونعمة صور، الآن الشامخة، الشامخة على المركز الأول، الشامخة مع حمد البلوشي على المركز الأول، ونعمة صور على المركز الثاني. هنا قدوم من رقم 5 منار مسقط على المركز الثالث، إلا أن الشامخة تنتصر في هذا الشوط، مسجل الانتصار الأول لمحمد بن خميس الفارسي والمدرب حسين البلوشي والقيادة لحمد بن درويش البلوشي. حضر لجنة التحكيم والنتيجة المبدئية التي سجلت على ما يبدو ونلاحظ